فقرة الحقوق والواجبات معنا القاضي حسب الله زكريا بخيل، ونتحدث معه عن الحراسة النظرية القردافي. ف سيد القاضي، دور نعرف القردافي ده هو كيش من طيب الحراسة النظرية نقصد. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. وأشكركم على الاستضافة في هذا البرنامج الجماهيري الممتاز. نتحدث اليوم عن القردافي. القردافي اللي هو الحراسة النظرية. الحراسة النظرية هي عبارة عن إجراء قانوني بموجبه تقوم الشرطة القضائية باحتجاز الشخص في حالة التحقيقات الأولية، لضرورة التحقيقات الأولية تحتجز هذا الشخص لمدة محددة حددها القانون ب 48 ساعة. هذا ممكن تعريف مدة 48 ساعة بس. 48 ساعة، لكن هذه 48 ساعة قابلة للتجديد. ولما نتحدث عن الحراسة النظرية، نتحدث عن الحراسة النظرية الإنسان الموقف مؤقتا خلال الحراسة النظرية قد يكون موقف من أجل جنحة عادية غير تلبسية. عندنا الجنحة التلبسية أو الجنحة التلبسية فلاغران ديلي، ممكن أو طبقا للقانون موقف من أجل جريمة معينة لخصوصية هذه الجريمة تختلف مدة الحراسة النظرية. المدة الأساسية 48 ساعة، هذا المدة الأساسية. قابل للتجديد 48 ساعة أخرى إذا رأى ضابط الشرطة القضائية أن التحقيقات التي أمامه تحتاج إلى مدة إضافية، يخطر القاضي المختص. بأنه أولا من في البداية بمجرد وضع الإنسان في حراسة قضائية يخبر القاضي بأن وضعنا إنسان معين في حراسة قضائية، حراسة نظرية. بعد المدة 48 ساعة تنتهي، إذا رأى ضابط الشرطة أن هناك ضرورة لتمديد هذه المدة، يطلب من القاضي المختص أن يسمح له بتمديد هذه المدة. المشرع نص في المواد 282 إلى 288 عن أحكام هذه الحراسة النظرية. القاضي المختص يأذن بتمديد هذه الحراسة لمدة 48 ساعة أخرى. بعد هذه المدة لابد من إحالة هذا الإنسان أمام القاضي المختص أو إطلاق سراحه. طيب إلا 8 وكل ما مر يتم ازدياد المدة 48 بس. 48 في الحالة الأولى، 48 الأساسية، تجدد 48 ساعة أخرى، والتجديد لابد يكون بإذن القاضي المختص ويكون كتابي. ينص المشرع على أن التمديد لابد يكون كتابي حتى لا يدعي ضابط الشرطة القضائية أنه قد أذن له بالتمديد في حين أنه لم يؤذن له. ما الدليل الذي يثبت أنه قد أذن له بالتمديد؟ هذا الإذن الكتابي المكتوب الموقع من قبل القاضي المختص، والذي يفيد بأنه فعلا قد تمديد هذا تمديد قانوني مدد له قانونيا لإذا تمديدها 48 ساعة. في خلال 48 ساعة نعم يحق للقاضي يطلق سراح المحتجز؟ حتى الآن لم يذهب المحتجز أمام القاضي. حتى الآن نحن في مرحلة الشرطة القضائية. نأتي لحالة التلبسية. المشرع أشار إلى استثناء مسألة الكتابية هذه فيما يخص الجنح التلبسية لخطورة هذا النوع من الجرائم. قال يمكن التجديد هنا هاتفيا. ممكن هاتفيا؟ نعم، من خلال الهاتف. ممكن يتصل بدرجة لخطورة هذه الجريمة، يتصل به بأنه أمامنا كذا كذا، نريد تمديد، فيمد له هاتفيا. لكن هذا التمديد الهاتفي لا بد من تأكيده كتابيا خلال 12 ساعة. خلال 12 ساعة للسرعة تجددنا هاتفيا، لكن خلال 12 ساعة لا بد أن نصدر إذن كتابي بهذا التمديد حتى نؤكد التمديد الكتابي هذا. هذا فيما يخص الجنح التلبسية. عندنا هناك أيضا استثناء آخر بالنسبة للجرائم بعينها، وهي جرائم مثل الرشوة والجرائم المشابهة التي نص عليها المشرع في الكتاب الثاني الباب الرابع من القانون الجنائي. هنا هذه الجرائم قال أنه في هذه الجرائم يمكن أن تمدد 48 ساعة أخرى. 48 زائد 48 زائد 48 لغرض التحقيق فقط. أيوة، وكله أمام غرض التحقيق الابتدائي في أو الأول في أمام الشرطة القضائية. نعم، يمدد في هذه الجرائم أيضا لخطورة هذه الجرائم بكونها شائكة، تحتاج الشرطة القضائية مدة أكثر. في هذه الحالة يمدد لهم أيضا 48 ثالثة إضافة. المشرع أشار كذلك للحراسة النظرية بالنسبة للأحداث أو القصر من 13 إلى 18 أشار إليها. وعندما أشار أرجعنا إلى القانون رقم 7 الخاص بمحاكمة الأحداث، فقال أن هذه المدة 10 ساعات
فقط بالنسبة للمينال اللي هم القصر دي 13-18 10 ساعات فقط. وحتى في 10 ساعات لا بد أن يتأكد مدير الجمهورية من أن حقوق هذا الطفل، يعني هو حدث يعني صغير، حقوقه لم تخالف، لا بد أن يتوفى في كل حقوقه. السيد القاضي، الحراسة النظرية، نعم، الشخص يكون محتجز في البيت أو في 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 السجن، له سجن خاص؟ هو لدى الشرطة القضائية، مغافر الشرطة القضائية. يمكث معهم هناك في، نعم، وحراسة نظرية هو يكون موقوف لدى الشرطة القضائية. لكن في هذه المسألة حقيقة هناك مخالفات كثيرة نسمع عنها، أن إنسان احتجز في شرطة 7 أيام، احتجز في شرطة شهر، فهذه مخالفات يعني واضحة وصارخة جدا. ونظرا لغفلة الناس أو عدم وعيهم وثقافتهم بالقانون، يرون كأن الشرطة القضائية لها الحق أن تحتجز الإنسان المدة التي تريدها هي. وهل يتم الاحتجاز مع الأشخاص المجرمين اللي أثبتت إدانتهم، ولا بيكونوا محجوزين وحيدين؟ هو أمام الشرطة القضائية أصلا كل الناس هنا يعبر عنهم بالمشتبه فيه، لأنه حتى الآن لا ينسل أمام قاضي، إنما يمشي أمام القاضي يصبح متهم، وبعد حتى في هذا الحال لا نقول أنه مدان إلى أن يصدر الحكم بإدانته. فكلنا أمام الضباط الشرطة القضائية بيعتبر مشتبه فيهم، كلنا عندنا نفس الصفة. طيب في حال مثلا في نفس المكان، نعم، في حال مثلا واحد احتجزه، نعم، 48 وزودوا 48 بعد كم يوم يعني طلعت انه بريء، ايوه، كيف بيرد اعتباره؟ هو الاحتجاز هنا قد يكون الانسان توبة من قبل النيابة العامة، او تمت شكايته من قبل شخص معين، شخص معين قدم شكوى ضد هذا الانسان. فاذا تبين بعد ذلك ان هذا الانسان يعني لم يثبت فيه هذا الكلام الذي قيل فيه، واطلق سلام، ممكن ان يطالب بالتعويض ضد الشخص الذي قدم ضده. لكن عندما تكون النيابه هي التي تابعته، فهنا ليس له اي الحق في متابعه النيابه، لانها هي الدوله. شكرا جزيلا استاذ السيد القاضي، فشرح مفصل للحراسه. بس يعني في إضافة. في 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 النسبه يخص الحراسه النظريه في القانون الخاص بالارهاب، الحراسه النظريه هناك تمشي الى 90 يوم للمعلومه يعني، وشهر قبل التجديد مرتين، شهر. لان الموضوع كبير على حسب حجم الموضوع، ارهاب. فلما نقول ارهاب يعني موضوع اكبر بكثير. بارك الله بارك فيك، الله يبعدنا ان شاء الله عنها الارهاب، ان شاء الله والله يصلح ان شاء الله بيوت شاء الله الناس بارك كلها. بارك الله فيك، مشكورين الاثنين، ان شاء الله نلتقيكم في مرات قادمه ان شاء الله.